لقد شهد اليوم الثاني لزيارة جلالة ملكة بريطانيا وسمو قرينها جولة تفقدية لمستشفى حمد العام. صاحبهما خلالها سمو ولي العهد وسعادة وزير المالية والبترول. وكان في الاستقبال أصحاب السعادة وزراء الأشغال العامة والصحة العامة وكبار المسؤولين بوزارة الصحة. وقد شملت الجولة أقساما عديدة من هذا الإنجاز الضخم الذي يهدف إلى تنمية الخدمات الصحية في البلاد. وفي نهاية الجولة التقت جلالة الملكة وسمو قرينها بالبريطانيين العاملين بالمستشفى وعائلاتهم. ثم قامت جلالة الضيفة وسمو قرينها يرافقهما سمو ولي العهد وزير الدفاع بافتتاح المدرسة الإنجليزية الجديدة في الدوحة. وكان في استقبالهم سعادة الشيخ محمد بن حمد وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة ورئيس مجلس أمناء المدرسة. وقد شهد الحفل جمع من أعضاء وأسر الجالية البريطانية في الدوحة.
وفي ظهيرة ثاني أيام الزيارة الملكية، حضرت جلالة الملكة إليزابيث وسمو قرينها وسمو الشيخ حمد بن خليفة ولي العهد وأعضاء بعثة الشرف القطرية والوفد المرافق للملكة وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء مأدبة الغداء التي أقامها بفندق الخليج على شرف جلالتها وسمو قرينها ممثلو المصارف البريطانية في الدوحة. خلال استقبال سمو الشيخ حمد بن خليفة ولي العهد ووزير الدفاع لسمو الأمير فيليب قرين جلالة الملكة إليزابيث الثانية في مكتب سموه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تبادل سموه مع ضيفه الأوبسمة بحضور سعادة الزعيم محمد العطية نائب القائد العام وسعادة الرائد الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني مساعد نائب القائد العام وكبار العسكريين.